الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هناك مسألة هناك مسألة أخرى وهي قضية المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق لا حرج في ذلك يعني أن يضع الرجل الماء في فمه وأن يحركه أو يضع الماء في أنفه ويستنشقه ثم ينثره فهذا لا حرج فيه وقال الناس الضوء يعني في نهار رمضان ولا حرج في ذلك بل من العلماء من ذهبوا الى انه يباح ذوق الطعام كما يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا باس يعني بذوق الطعام الذي يريد الرجل شراءه شي واحد بغى الخل مثلا بغى الخل فوضعه على طرف لسانه ليذوق يعني طعمه ويعرف جودته لا باس بذلك علاش؟ لان شنو اللي كيفطر كيفطر هو داكشي اللي كيدخل الجوف. لكن الحاجه اللي كتكون في اللسان ما كتفطرش ولذلك كان الحسن يمضغ الجوزة لحفيده كان عنده واحد ولد ولده وكيشد هذاك القرقع وكيمضغو وكيعطيه ليه باش باش ياكلو ثم يعني كيشلل الانسان الفم ديالو ما دخلت شي حاجه للجوف هذا بمنزلتي المضمضه كما في حديث عمر ايضا لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني هششت فقبلت اهلي يعني جا مخلوع قال لي انا راه شويه يعني شاف المراه ديالو وهش في وجهها وكذا ثم لم يتمالك ان قبلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان مضمضة عليك من حرج الى درت المضمضه واش عليك شي حرج قال لي لا قال لي وراه بحالها راه بحالها اذا هذا الشيء اللي كيكون غير في الجوف يعني غير في الفم هذا في التجويف ديال الفم لا باس ما لم يدخل شيء الى الحلق فلا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين